تشهد مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر انتعاشا كبيرا في سياحة الخيول إلى جانب الرحلات البحرية وسياحة السفاري، انتعاش جعل من سياحة الخيول على رأس برامج شركات ومكاتب السياحة. لا تقتصر السياحة في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر على سياحة الرحلات البحرية أو سياحة السفاري، حيث تصدرت سياحة الخيول المشهد وجاءت على رأس البرنامج السياحي لشركات ومكاتب السياحة نظراً للإقبال الكبير عليها من المصريين والأجانب. الرواج الكبير الذي لاقته سياحة الخيول يرجع إلى سعي السياح للتنويع في سبل المغامرة والمتعة في صحار الغردقة عبر برامج لركوب الخيل يشمل جولتين، إحداهما داخل المياه على شواطئ الغردقة والأخرى بالصحاري الشاسعة والعودة وقت غروب الشمس والتقاط الصور التذكارية مع الغروب. أول حاجة بيجي يسأل عليها الجست في البرنامج السياحي هو سياحة الخيول، يعني الصحراء البيتش، فبيبدأ يسأل اللي هو الخيل هيطلع مع خيل ولا يطلع لوحده. مبدئيا أول ما السائح بيجي بيشوف في البرنامج في خيول ولا لأ. احنا يعني متعاقدين مع أكتر من شركة سياحية هي اللي بتروج برا مصر، معانا ألمان كتير ليهم خيول هنا، يعني الألمان أصلا بيسيبوا خيولهم هنا وبيرجعوا لهم كل هوليدي. مواصفات معينة تتمتع بها الخيول مع خضوعها لشروط السلامة، فضلا عن التدريب الجيد لها على السير على الشاطئ أو الانطلاق في الصحاري أو حتى السباحة والتحرك داخل مياه البحر، بما يسهم في تحسين المستوى المزاجي والصحي لمحبي هذا النوع من السياحة.